انت ازاي يجي لك قلب تنقل البنات من مدرستهم؟ انا حر، انا ابوهم. للاسف انت ابوهم، بس انا امهم، مسؤول عن تعليمهم وعن حياتهم لحد ما يتم 15 سنه. وانا كنت خدتهم منك يا اختي، ما هم في حضنك لسه يا ست الحضنه. في حضني وفي عينيا، واللي يقرب منهم هاكله بسناني. لا يا شيخه، انت متاكده من الكلام ده؟ اه متاكده من الكلام ده. انت مش طلبت الطلاق وخدتيه؟ اشربيه بقى. شربته وحطيت عليه ليمون بالنعناع، بس مدرسة نديد ويارا خط احمر. انت بتحمريني وتزرقيني وحياة امك؟ وطي صوتك واحترم نفسك. انا محترم غصب عنك، وبعدين انت جاي هنا ليه اصلا؟ انا لو شفتك في المصنع هنا تاني هقطع لك رجليكي. انت مش واخده البنات عندك عشان تبتزيني بيهم كل شويه؟ انا بقى مش عايز اعلمهم، عايزهم جاهله. بقولها لك اهو قدام الف ودن، انا مش هصرف عليك ولا على بناتك عشان اي مره تفتكر انها تذل جوزها ولا طليقها بعيالها يذبحوهم قدام عينيها احسن. طب ايه رايك بقى ان انا هروح القسم وابلغ فيك انك انت بتهددني وعايز تقتل عيالي، واشهد عليك كل الستات اللي قاعده هنا؟ طب خلي واحده فيهم بس كده تستجرى تشهد ولا تنطق. شهد يا امي. ها؟ تعالي احسن، ارجعي بيتك اشيلك على راسي، تتطلقي يبقى بالجزمه ومالكيش حاجه عندي، وريني اخرك. لا والف لا. وحياة امك لا لففك حوالين نفسك يا فادي، انا هوريك. اهلا اهلا يا حبايبي، اتفضلي. اهلا. ازيك يا توح؟ ازيك يا تونا يا حبيبتي؟ احنا كان ممكن ناجل درس النهارده، ده درس قران. مالك يا اختي، اجيب لك شاي؟ لا يومي كان صعب قوي النهارده. يا ريت تعملي شاي. ولا يهمك، هنسيك كل ده، ليكي عندي شويه نميمه انما ما حصلتش. النميمه والعيال بتاخد قران؟ خلاص يا اختي انت حره، مش هقول. لا قولي قولي. هو ده، اخش اعلق على الشاي واجي لك هوا. خشي يا حبيبتي البيت. الله يبارك. انتوا مالكوش دعوه بالحاجات دي، احنا هنا ناخد الدرس. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ ريحان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا تونا. والله تونا دي بتطلع من بقك زي ابويا الله يرحمه كان بيقولها لي طول عمري ليك. طبعا نفسي اغسل روحي بسوره الرحمن، يا ريت تسمعها لي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه